بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل خاص وفيديو خاص في يوم عرفة 1442 و2021. يكاد يكون هذا اليوم هو يوم لم يتكرر من 100 عام، يعني كل الأيام التي سبقت تكررت. طبعا يوم عرفة 100 عام، يعني 100 يوم. لما نقول يوم عرفة 100 عام، يعني 100 يوم. أستغل هذا اليوم طبعا في أو أبدأ بالتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئ جميع المؤمنين والمسلمين على هذا اليوم الذي يتقبل فيه الطاعات وتنزل فيه الرحمات على الناس جميعا. والمؤمنين والمسلمين، يعني الناس 3 فئات عند الله. هذا اليوم مشهود، لأنه قلنا لا ينسى، يعني من 7000 سنة وهذا اليوم موجود. شهره معلوم الاسم، من 7000 سنة، وأذن في الحج، وأذن للناس في الحج يأتوك، يعني ذكر في القرآن، يعني الاسم، اسم الشهر موجود، اسم اليوم موجود، لا توجد. طبعا غير اسم الأحد الاثنين، لأنه ما نعرف، يعني لا يوجد اسم يوم واسم شهر أبدا بقدم، ويعتبر حدث وعيد وتتكرر فيه، يعني يعاد. يعني مثلا عيد الحب كم سنة، وبعدين اسم الشهر معروف، واسم اليوم أو التاريخ، مو اليوم، يعني مختلف. ما في عيد، يعني عيد الحب كم سنة؟ 1000 سنة؟ لا. 100 سنة؟ لا، ما أعرف. جيب لي عيد. عيد النيروز هل اجتمع عليه الناس كله؟ عيد الحب اجتمع على الناس كله. هل عدد اللي يحضروا عيد النيروز مثلا هو من أقدم الأعياد؟ من كل فج عميق، يعني الآن كم عدد الناس اللي مرتبطين بهذا اليوم؟ 1.5 مليار. فما في، يعني حتى عيد الحب ما هو 1 مليار. اللي يتمنوا، وبعدين في ميزة، يعني عيد الحب هذا والأعياد دي كل سنة تحضرها أنت، يعني اللي يحضروها هم، لكن اللي يحضروها كمفهوم المفروض كله يحضرها، فالمفروض ما يكون في أنانية، يعني لا أنا أحضرها ما أحضر تاني، يعني حضرت مرة حجيت، تاني مرة أجي مثلا أخدم ما أحج. فهو مطلوب مرة في العمر، يعني له مربوط بدين. طبعا ما أريد أن أطيل، لأنه مش الهدف من الفيديو والتسجيل 30 دقيقة بالعربي. هو المناسبة وحبينا
نهنئ الجميع بالفرحة هذه، وأنا منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم لأكبر عدد من المسلمين يوم تغيير، صفحة جديدة كما ورد يعني. وأهم شيء في التغيير محو الجهل، أهم شيء محو الجهل، صح ولا غلط؟ يعني إيش السبب أو إيش يخلي الإنسان يحتاج للتغيير؟ الجهل. هنا نحن ما نذكر النصيحة، الكلام ده أو الفيديو ده مش للمسلمين فقط، هذا الفيديو لغرض الكتاب الذي هو منهج، الذي هو سيغير. طيب الناس كيف تغيرت إلى في هذا الزمن يعني إلى ناس مثقفة ومتعلمة؟ بالمناهج. والمناهج فين؟ في المدارس. والمدارس إيش هي؟ الجامعات. أما التعليم العام هذا فما حد يقدر يسوي فيه، يغير فيه. المناهج الجديدة فين؟ في الجامعات. وغالبا الأفضل تكون في الجامعات الدراسات العليا إذا في شيء جديد. فنحن عندنا أو سنة 21 هي سنة مناهج جديدة، منهج جديد مثل المنهج في هذا الفيديو اللي طبعا نحن نكرر هذا الفيديو اللي هو بالإنجليزي، أو ما تشاهدونه من شرائح اللي هي عن البرنامج الجديد اللي بين المنظمة العالمية أو العالمية الوورد اللي اسمها ويبو، اللي هي منظمة التغيير أو منظمة براءة الاختراع. براءة الاختراع هي التغيير. إذا منظمة تسجيل التغيير كمحاولة، تعطيك رقم، يلا هذا رقم. يعني مثلا الانترنت او المايكروسوفت سوى التغيير، الواتساب سوى تغيير، كله مسجل في المنظمة. واضح؟ الايفون معايا. يعني هذه منظمة التغيير العالمي، ارشيف التغيير. يلا كل واحد يحط الكتيب حقه ويشتغل لين تصير الكتيب هذا تصير مكتبة آلاف الكتب. مايكروسوفت دحين مي مكتبة، الآيفون مو مكتبة، واضح؟ طيب نعود تاني ونستغل هذا اليوم العظيم، ولذلك يصير كل عام نمشي على نفس الخطوة مع صورة زي عنوان الفيديو. عنوان الفيديو قلنا من ملك الناس ورب الناس، انك انت هنخلي هذا اليوم للسؤال هذا، من ملك الناس. وممكن نسوي 4 فيديوهات اللي هي في العيد، من ملك الناس، ورب الناس. أي فكرة لازم يكون في لها مصدر أو مرجع. يعني ما يصير أنا أمشي في الفكرة وما أذكر المرجع اللي ألهمني هذه الفكرة، المرجع الملهم. بكل بساطة يعني الحين كأنه بحث، فالبحث عن أو توسع وتبسيط في معلومات المصدر. يعني مثلا المصدر قد يكون كتاب 100 صفحة، فأنا أبسطه، هذا البحث صح. لكن هنا العكس، عندنا المصدر حوالي 3 سطور أو 4 سطور،
المرجع الوحيد لي 7 كتب. وهنا يجي التبسيط بمعنى إيش معنى التبسيط؟ التبسيط التوسع، يعني عندك صفحة تسوي منها 1000 صفحة، هذا التبسيط مش العكس، صح؟ يعني إنك تبسط في الموضوع، تعطي تعطي تعطي، تبحث تبحث، يعني أحيانا يكون عندك صفحة واحدة، البحث حول 1000 صفحة، 1000، وزي معانا هذا. نبدأ نتكلم عن الـ7 كتب. الكتاب الأول، وفي كل كتاب نناقش نفس الفكرة، كيف قل وعلاقتها وعلاقة الـ7 ببعض. نجزئ. سورة الناس ذكرت 6، أو كلمة الناس ذكرت 6 مرات، وهذا يخلي السورة منفردة من بين السور كلها القرآن الكريم بما فيها الفاتحة وبما فيها الصمد، قل هو الله أحد، لأن معظم القرآن الكريم ما عدا بعض السور زي الفاتحة وزي الصمد، يمكن بس سورتين، ما ذكر اسم السورة في السورة، يعني الفاتحة ما ذكرت الفاتحة في السورة. طبعا نحن بناخذ من القرآن الرسم العثماني أو مصحف المطبوع في مطبعة الملك فهد في المدينة المنورة، بنعتمد عليه. فالشباتر أو الأجزاء، مو الأجزاء، لأن الأجزاء في هذا صور كثير، الصور كلها يعني اسم السورة ذكر في السورة، البقرة ذكرت البقرة، الكلام. وكذلك الناس ذكرت الناس اسم سورة الناس، بس ذكرت كم مرة؟ 6 مرات، وبعدين 3 مرات في الأول و3 مرات في الآخر، وفي النص في الهدف من السورة كتعويذة كما يسمى المعوذات، في النص، يعني فرق بين 3 و3. نقرأ السورة ونشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه 3. في الأول تعتبر كتاب واحد لكن أجزاؤه 3. كل جزء سوف يكتب عنه أو يعتبر منهج، ونشوف كيف الناس ضلت عن ولا الضالين. يعني الفاتحة مهمة جدا، نشوف 3 برضو في الفاتحة، الصراط المستقيم في فيهم هذه 3 شاملة، وفي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم لفهم فيهم قضية الناس. يعني عشان لا أطول،
باختصار قضية الناس في هذه الصورة علاقتهم بالخالق. طبعا الناس كلها متفقين انه في خالق، لكن مو عارفين من هو. يعني المسلمين يقولوا الله سبحانه وتعالى، المسيحيين يقولوا المسيح مثلا وابو المسيح وكذا، قضايا تانية كذا كذا، اختلافات ما تهم. يعني الكل انه الخالق واحد، والا افضلوا خالق 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 خالق. لكن نجي للرب، رب الناس. كلمة الرب، نحن نقول رب البيت ورب العائلة في اللغة العربية. فالرب كل الناس، يعني لما يكونوا صغار لهم رب، لما ينفش ريشه يقول مالي يا رب مثلا. رب الأسرة، يعني تستخدم الكلمة رب الأسرة. فإذا جينا الناس كلها ربها الله سبحانه وتعالى واحد الخالق. لكن إذا صنفنا الناس، العائلة الفلانية ربها ده، فرعون رب مصر. فكلمة رب إلا هو مسؤول عن الأرزاق، عنده المخازن يعني، أو يوزع المخازن والدخول الأشياء للبلد وخروجها وحاجة الناس من الماء ومن الهواء ومن أشياء زي كده، اللي هي الأشياء اللي هي تمس الناس، الطعام الغذاء والكساء والماء والهواء، 4 أشياء. فهذا لازم يأمنها لهم، فإذا أمنها يعتبر رب الناس. طيب من يعني مثلا لو في 4، واحد رب الماء وواحد رب الهواء وواحد رب الغذاء وواحد رب الكساء، 4 أربعة لازم لهم رئيس، ملك، ملك الناس، ملك الناس. ليه؟ لأن الصورة ترى ما هي دعوة للعبادة، هي تفصيلية. يعني قل يعني أنبئ، ما هي دعوة للعباد إنه آمنوا بي. قل آمنوا برب الناس، ما فيها آمن، قل أعوذ. فرق بين آمنوا وبين أعوذ. يعني حتى في اللغة العربية صياغة الصورة فيها ذكاء، فيها عجوبة. يعني لو جات قل أعوذ آمنوا برب الناس ملك الناس، بعدين جاءت وتعوذوا مثلا وعوذوا به من شر الوسواس الخناس، كان قلنا هذه الصورة يعني شاملة. لكن لا، يعني أو اللي يؤمن بها، لا، هذه الصورة بتعطي معلومة واضحة، لأنه بعدها، بعد ملك الناس إله الناس، بعدها يعني من يعرف الأسرار دي؟ بعدها من شر الوسواس الخناس. يعني لو صار عندك شك في المسألة دي، إنه كلها واحد رب الناس وملك الناس وإله الناس، أتعوذ من الوسواس الخناس. لأنه بالمنطق، بالمنطق، لأنه كلمة الناس مش المصريين ولا السعوديين ولا الخليجيين ولا الكويتيين ولا العرب ولا المدري، الناس كافة. فهذه يعني يسموها لا غضاضة، no argument، ما في مشكلة، متفقين الناس كلها أوكي. بس هتقول لي ربنا نحن اليهود، لا، إلهنا نحن اليهود، إلهكم هو إلهنا، لا لا، أو النصارى، لا نحن عندنا المسيح ابن، ماشي، أو الهنود، لا لا لا، أو مثلا اللي ما عندهم دين يقولوا لا نحن مؤمنين. نحن ما قلنا لك هذه الدعوة، قولوا أعوذ برب الناس ما تستخدم للدعوة، وهي آخر صورة. هذه عشان
يعني مثلا لو انا طبعا مسلم اللي عامل الكورس ده، انا ما لي دخل انك تسلم ولا ما تسلم. طب ليش استخدمت اخر صورة؟ والله لانها يعني بتصفي الذهن وبتخلي الانسان يشتغل وما عنده وسواس. الوسواس هو اللي يجيب الخوف، هو اللي يجيب الهدف. زي ما طلعوا لنا الان ابو غزاله، من يعني هو قاعد يمدح نفسه عالم وله اتصال بالامريكان وبالقوه وما ادري ايش، وطلع يخوفنا مثلا، يعني بيشغل الوسواس كانه من الجنه والناس ما اعرف. يمكن هو مو يعني من الجنه، يمكن مو هو، يمكن الجن بتاعه. او المعارضين دول مثلا اخذ عبد الله النفيسي، يخوفنا من ايران ولا يخوفنا من مدري مين ولا يخوف يعني، وانه ايران متفقه مع امريكا وكلهم حيدمروا وحيلغوا الخليج وحيدمروا المنطقه. يعني وهم. في القران الكريم ذكر انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. طبعا انا ما اتعدى على احد، لا على ابو غزاله ولا على عبد الله النفيسي، بس لو درسوا المنهج ده اللي احنا هنعمله واللي انا كمان هعمله ادرسه، يعني انا لسه ما عملته، نحن بندرس. زي مقولة الدكتور طلال ابو غزال، يقول انا دارس، كمان انا دارس، هو دكتور انا ماجستير، بس كمان انا دارس. دارس ليش؟ يقول اعوذ برب الناس، اخر سورة. طبعا انا بشوف يعني كلامي يبدو فيه استهزاء ولا كذا، لا معليش، انا انسان دارس منهج وحيكون منهج، معليش. انا ضربت الامثله ليه؟ لانه كثر. يعني اتمنى انه يتوقف الدكتور طلال ابو غزاله والدكتور النفيسي عن التخويف بس، يعني لا تلقي على الناس شيء فيه تخويف لأنه غلط. وبعدين أنت بتسبب بطريقة أو بأخرى شلل للناس اللي يسمعوك ويتبعوك إنه يسوي حاجة يعني فيها تيئيس. والشيء الثاني، الاثنين وكثير معاكم، بس احنا اخترناكم لانكم انتم افاضل القوم. في برضو تتوقفوا على التنبؤ عن المستقبل المخيف، يعني تبقى تتنبأ على مستقبل كويس، اوكي والله حيصير حيصير، بس المخيف الله يخليك وقف عنه. ليه؟ لأنك أنا أقول لك اتعوذ من الوسواس. وسواس مصدر الخوف، الوسواس. ركز وشوف صورة الناس، 6 مرات ذكر الناس، اعتبر نفسك منهم. عالم وله اتصال بالامريكان وبالقوه وما ادري ايش، وطلع يخوفنا مثلا، يعني بيشغل الوسواس كانه من الجنه والناس ما اعرف. يمكن هو مو يعني من الجنه، يمكن مو هو، يمكن الجن بتاعه. او المعارضين دول مثلا اخذ عبد الله النفيسي، يخوفنا من ايران ولا يخوفنا من مدري مين ولا يخوف يعني، وانه ايران متفقه مع امريكا وكلهم حيدمروا وحيلغوا الخليج وحيدمروا المنطقه. يعني وهم. في القران الكريم ذكر انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. طبعا انا ما اتعدى على احد، لا على ابو غزاله ولا على عبد الله النفيسي، بس لو درسوا المنهج ده اللي احنا هنعمله
واللي انا كمان هعمله ادرسه، يعني انا لسه ما عملته، نحن بندرس زي مقولة الدكتور طلال ابو غزال، يقول انا دارس، كمان انا دارس، هو دكتور انا ماجستير، بس كمان انا دارس. دارس ليش؟ يقول اعوذ برب الناس، اخر سورة. طبعا انا بشوف يعني كلامي يبدو فيه استهزاء ولا كذا، لا معليش، انا انسان دارس منهج وحيكون منهج، ما عليه. انا ضربت الامثله ليه؟ لانه كثر، يعني اتمنى انه يتوقف الدكتور طلال ابو غزاله والدكتور النفيسي عن التخويف بس، يعني لا تلقي على الناس شيء فيه تخويف لأنه غلط، وبعدين أنت بتسبب بطريقة أو بأخرى شلل للناس اللي يسمعوك ويتبعوك إنه يسوي حاجة يعني فيها تيئيس. والشيء الثاني، الاثنين وكثير معاكم، بس احنا اخترناكم لأنكم أنتم أفاضل القوم، في برضو تتوقفوا على التنبؤ عن المستقبل المخيف، يعني تبقى تتنبأ على مستقبل كويس اوكي، والله حيصير حيصير، بس المخيف الله يخليك وقف عنه. ليه؟ لأنك انا اقول لك اتعوذ من الوسواس، وسواس مصدر الخوف الوسواس، ركز وشوف صورة الناس، 6 مرات ذكر الناس، اعتبر نفسك منهم، يعني ملك الناس وإله الناس، الإله هو العبادة، الإله أكيد العبادة، يعني ما نعبد الملك، إله يعني عبادة اللي هو للمؤمنين، الإله ما يتجزأ، الملك يتجزأ ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ولا لا؟ ورب الأرباب، يعني لكل بيت رب، لكل أسرة رب، ولكل دولة رب، بالبساطة دي صح؟ حتى لغة عربية وحتى في أي لغة ما في خلاف، نحن بنقول رب الأسرة، بنكتب رب الأسرة، رب الأسرة رسميا، ملك بنكتب رسميا ملك البلاد صح؟ فالله ملك الملوك، يعني كل ملك وكل رئيس الله ملك أعلى، ممكن الملوك يلجأوا إلى الله لأنه يعني من الخوف من الله يلجأ إلى الله في قراره، لأنه ممكن الملك يعفو عن واحد إنه يقتل أو ما يعفو عنه، واحد صدر عليه حكم بالقتل ممكن يعفو عنه، بدل قتله يسجنه، بدل سجنه ينفيه، أو يعطيه لدولة تانية أو كذا، يعني تشفعت له دولة تانية صح ولا غلط؟ فرجاء يعني أنا ماني يعني مش في ال... أو وقتي ما يسمح إنه يقال إنه أنا ضد أبو غزالة ولا ضد النفيسي ولا كلام فاضي، الوقت ما يسمح، ما في وقت، نحن في 2021 سنة التحول، نلحق بعض في نشيل الوسوسة ونشيل الغشاوة اللي على صدورنا في مسألة إيش التعليم. طبعا أنا تقييمي وإنت وكل واحد يسمع إنه نحن كأمة، اللي يقول غير كده بيغلط نفسه، يعني قبل 200 سنة الأمة كانت مستواها في التنوير والتعليم زي دحين؟
الآن العلم دخل كل بيت، يعني أطفالنا الصغار بيقروا بيشوفوا وبيكتبوا كمان على الجوالات، يعني القراءة والكتابة وهذا في كل مكان. الآن نادرا تحصل واحد ما عنده ثانوي. طبعا أنا أقصد العلم مو حق الإنترنت، العلم اللي هو العلم في المدارس، العلم الرسمي أو التعليم الرسمي الممنهج، التعليم الممنهج هو الذي يفيد. الآن نعمة على سكان الأرض كلها إنه الكل متفق إنه الإنسان من حقه يتعلم إلى عمره 18 سنة، يعتبر من حقه يجيله التعليم والكل يساعده، الممنهج تعليم الممنهج في كل بلد، حتى اللغة يعني الناس يتكلموا مع بعض، يقول له أنا عندي ثانوية، يعني أصبحت الآن شهادة الثانوية أقل شيء. كنا زمان اللي يقول أنا عندي ابتدائية قبل 50 سنة 70 سنة يعتبر متعلم، الآن اللي عنده ثانوية يعتبر ها هو فاكك حرف. فهذه نعمة وتطور ما مر على البشرية من يوم سيدنا آدم إلى الآن، إنه ممنهج ومستوى واحد كل الناس. الآن مستوى الابتدائي كل الناس نساء ورجال، يعني في 21 ما حد حيتخلف عن الابتدائي اللي هو فك الحرف اللي هو يقرأ ويكتب، نسب بسيطة جدا. فالآن تمكننا من القراءة والكتابة، وطبعا اللي يتعلم القراءة والكتابة حتى لما نسمع، لأنه بيقرأ، لما نسمع موضوع استوعبه أكثر، القراءة مهمة لأنه القراءة أنت تقرأ وتعدي في النت، تقرأ مثلا كتاب 1000 صفحة ممكن تقرأه بسرعة، تعدي اللي أنت عايزه وتستفيد، ممكن تشوف فيديو تعليمي إرشادي كذا. فهنا رب الناس ملك الناس إله الناس، هذه لها علاقة بالناس والمال اللي هو الكتاب الأساسي، المنهج الأساسي، المالية والناس. طبعا أنا تركت الفيديو ده ولا كتبت فيه المالية والناس، لأن البرنامج هذا اللي أمامنا برنامج ويبو اللي هو منظمة عالمية في مجال تسجيل براءة الاختراع، تعتبر هي المنظمة العالمية للمناهج، المنهج براءة اختراع، منهج. فلذلك عندنا منهج المالية والناس، ومرجعيته صورة الناس. أكتفي بهذا القدر، وبعدين حنتكلم عن صورة الناس يمكن في أيام العيد، اليوم الوقفة. وتقبل الله من الجميع، وكل سنة وانتم طيبين للناس أجمعين.